السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غنشارك معكم واحد العشاء خفيف ديال الحريرة، وغنشارك معكم حتى واحد الكتف ديال الغلمي مفور. وكاين كانوا عندكم ضياف، الا كان بغيتوا تفرحوا بروسكم كديروه، تيجي زوين بزاف وبسيط وفي ساعة كيوجد في دقائق. دابا غادي نعطيكم المقادير ديال الحريره اللي غادي نحتاج فيها. عندنا هنايا حك علبه ديال مطيشه، عندنا العدس، وعندنا الحمص، وعندنا واحد المعلقه ديال السمن، وعندنا واحد النص ديال البصله كبيره ديال البصله مفرومه، وعندنا قزبر ومعدنوس دايرين مفرمين مقطعين، وعندنا الكرافس حتى هما غادي ندير كلشي في هذا الخلاط وغادي نعقب نطحنهم. والعطريه عندنا واحد الضامه، عندنا معلقه ونص صغار ديال سكينجبير الجنجبير، وعندنا الكركم، عندنا الخرقوم، عندنا معلقه ونص، وعندنا نص معلقه ديال الابزار، وعندنا نص معلقه ديال القرفه. هادو هما المقادير اللي عندنا. دابا غادي نبداو على بركه الله. واللحم الاخوات انا راه دايره غير العظومه، دايره غير العظام ديال تيكون فيهم شويه ديال الشحمه شويه ديال اللحم، صافي هما اللي كندير اللي درت. وكيجيو زوينين وكيعطيو البنه في الحريره. كندير الكرافس، كندير واحد نص ديال مطيشه، حيت مطيشه راه جا عندي مقطعه ماشي مطيشه دايره. ودابا بعد ما طحنت العناصر كلها غادي ندير كل شيء دقه واحده. مازال غادي نزيد مطيشه، هذه غير غادي نديرها باش طيب مع العناصر اللي غادي اللي درت الاولى. ودابا انا غادي ندير الحمص، ندير واحد شويه ديال الزيت. الزيت راه ما كتكثروش، راه غير الجهد ديال معلقه كبيره، حيت اللحم جا عندنا فيه الشحمه. وغادي ندير السمن، وغادي ندير سميتو ندير العطريه. والعدس راه غسلته ورقدته في الماء سخون. ودابا انا درت الملحه، درت واحد شويه ديال الملحه. دابا غادي نديرها تتصفر تت واحد 10 دقائق عاد باش غادي نحلها، وغادي نعقب ندير مطيشه وندير العناصر الاخرى اللي ندير. ودابا اللحم هنايا درته في الاناء، وعندي العطريه اللي غادي نحتاج فيه. غادي ندير الثومه، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره عامره ديال البابريكا، وعندي هنايا عندي واحد الضامه ديال الزعفران، وعندي واحد المعلقه عامره ديال سكينجبير، وعندي معلقه ديال الخرقوم، وعندي الزعفران، وعندي هنايا الكمون. هادو هما العناصر اللي غادي ندير. وعندي هنايا واحد المعلقه لبأس بها عامره مزيان ديال السمن، وعندي لاموطارد، عندي واحد المعلقه صغيره ديال لاموطارد، وعندي واحد شويه ديال الزيت غادي نديرها، وغادي ندير واحد شويه ديال الماء باش نخلط العطريه. هادو هما اللي غادي ندير. صافي دابا غادي
غادي ندير كل شيء في الاناء. دابا غادي ندير الملحه وغادي ندير التحميره، غادي ندير كلشي. الاناء راه عندي كبير، الاناء واخا حاطه اللحم راه كلشي عندي. الاناء فين غادي نخدم دابا بعد ما درت العطريه، ها هي درتها كلها، وغادي ندير لا موطارد بحال ما هكا. غادي ندير واحد شويه ديال البزار، غادي ندير واحد شويه ديال الماء بحال ما هكا. الزيت راه ما كنكثروهاش، راه لحقاش الا بغيتو ديروا الزبده كديروا الزبده. انا كندير واحد العجينه بحال ما هكا، ها نتوما هي راه كلها كنعجنها عاد نبدا ندلك اللحم فيها كله. وكنشد اللحم كنشقو، كتشدوه كتديروا ليه بحال ما هكا كيتشقق كامل، كتديك البلايص الغلاض كلهم كتشقوهم ها نتوما بحال ما هكا. وكترقدوه وكتخليه واحد الساعه، كتخليه باش تدخل ليه كاع ديك العناصر ديال العطريه كلها. ثم بحال ما هكايا كنهز ديك العجين، ودابا بعد ما خليته واحد ساعه، ساعه ونص كتخليوه يرتاح. غادي نديرو دابا هنايا في الاناء اللي غادي ندخل الفران. الفران درته يسخن على 200 درجه، وغادي نلويه هنايا في هاد الكارطه ديال الفران. هانتوما وانت مرة كله في اللحته، كنشدو كنلوي بحال ما هكا كله كيتلوى في هاد دابا انا غادي ندير البابي الومنيوم. كتلويه بحال ما هكايا، وغنزال غادي نعقد نزيد من الفوق. دابا هادو درتهم غير من التحت، تيطيب في داك الصاد ديالو.
الناقة، دابا بحال ما هكا يا غادي ندخلو الفران. هانتوما يا راه سديت مزيان بالكارطه ديال الفران وبالبابي الومنيوم. دابا انا غادي ندخلو الفران واحد 45 50 دقيقه وغادي نتلاقاو، حيت اللحم ما عنديش كبير بزاف، الكتف راه ديال الغنم راه غير صغير، ونتلاقاو باش غتشوفو. ودابا بعد ما طاب لينا اللحم، طاب الحمص العدس كلشي، دابا انا غادي نزيد مطيشه هانتوما، كتزيدو مطيشه بحال هكا حيت مازلت غادي نقاد المرق بحال هكا. دابا كنخليها طيب واحد شويه، واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق، حيت درت غير مطيشه. غادي ندير الحريره، هي داك اللي باش غادي ندور الحريره، ها هو خوطته هنايا، دايره غير المدافي والدقيق، وعندي هنايا الشعريه اللي غادي ندير من بعد. صافي هادو هما، وغادي نقاد المراق ديال الطنجره. ودابا انا غادي ندير هذا الطحين، هذا غادي نديرو اللي خوط، والشعريه كنقلوها شويه بشويه بحال ما هكا. ودابا بعد ما طابت، بعد ما كطيب راه كتعود دايره هاد سميتو هاد الفراره ديال الرغوه، تتكون صفراء ما تتبقاش بيضاء. صافي راها طابت ها نتوما. دابا انا غادي نطفي عليها وغادي نتلاقاو باش غادي نوري لكم كيفاش كنقدمها. صافي ودابا كنقدم الحريره بحال ما هكايا. انا غادي نعمر الزلافه نخوي باش تشوفوا كيفاش تبارك تجي زوينه بزاف، والمقادير ديالها بساط راه ما فيهاش شي حاجه كتكلف. بحال ما هكا هاد المسمن، دابا ان شاء الله نشاركو معاكم ان شاء الله ديال البصله. ودابا بعد ما خرجتو من الفران، انا غادي نديرو في الطبق ديال التقديم، وغادي نشارك معكم كيفاش كنقدمو. ودابا هذا هو الطبق ديالنا، كنقدمو بحال ما هكايا. تنتمنى يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو خليو ليا لايك ديال الاعجاب، واللي ما مشاركش يشارك، يبرك على الجرس باش يوصلو كاع كل من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم صحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.